انتبهت انه فئه كبيره من الجيل الجديد من الاطفال صاروا اصلا ما يخافون لا من التهديد ولا من العقاب، ويمكن هذا اكثر شيء كنا نسالف عنه انا والبنات قبل شوي. عكسنا احنا جيل الطيبين، كنا بالنظره نخاف، بالكلمه نخاف، نغزى هذه الحركة. لا ولا من تحت كذا تسوي لك اياها، انا اوريك، خلينا نخلص العزيمة وبعدين. والله لاحظتني وعينيك اربح. اسمعي كذا، ذي القبصة اللي تخليكي ساكتة طول يومين، الحين تقبصين تفضحك، ليش تقرصيني؟ ليش ترفعين عينك؟ ليش تسوين عينك؟ انتم كيف كنتم تخافون من العقاب ولا لا؟ اي والله انا كنت اخاف من هذه. طيب ايه انا اوريك بعدين، خلينا نرجع البيت بعدين. هذه لحالها كان رعب، كنت احلم فيها والله العظيم. لا انا ما اذكر بصراحه اني تعاقبت، يعني انا يعني علاقتي بماما وبابا اكثر اني اخاف على زعلهم، فبالتالي ما اسوي. اوكي يعني انا شيطانه شوي، بس يعني كانت هذه شيطانه محموده. ما اذكر لا فيها الحمد لله اني تعاقبت ولا تقبصت ولا هذه، يعني ما شفتها الا انا تقبصت. لا والله انا كنت تقبصت، انا ما طقيت، انا كنت رضيه طق الحمد لله. ما طقيت بس ان تقبصت كذا، يعني امي كانت تقبص. هذه انا للاسف سويتها، ما حليت الواجب تقبص، ما سمعتي كلام تقبص، ما نمتي بدري تقبص، يعني الان جايتني عقده من التقبيص بشكل مو طبيعي لدرجه ارفض لو بالمزح. ليش عيالي يمزحون مع بعض بالتقبيص؟ احس التقبيص ضربة قرصة الحقود. والله قبل كذا احس حقود. لو ضربة عادي اتقبلها، اسمع لو ضربة اتقبلها يا مها، لانه انا اتالم وانت تتالمين من الضربة، بس التقبيص اللي في القلب كذا تحسينه في القلب كذا، عرفتي داخليا يعني. ما اذكر بصراحة، يا ربي لك الحمد، بس للاسف يعني لما كانت بنتي وهي صغيرة نكدية تبكي كثير صغيرة اي عشان لا حد يشوف. يا شريره. لا انا الحمد لله انا لا اقبص ولا اضرب، بس اني افرصع عيوني كذا، افتح عيني بس بالنظرات. بالنظرات هذه كفيله لهم، يعني يحسبون حسابها. خلونا عاد نشوف راي زميلنا مبارك الكوكبي لما سال الناس عن هذا الموضوع وش كانت اجاباتهم. حياكم الله مشاهدينا من جديد في فقره قول رايك. في صغرنا كنا نتعقب على اشياء كثيره، سألنا في قرائك اليوم إيش أكثر شيء كنت تتعقب عليه؟ خلونا بعد نشوف اليوم أبرز الإجابات. إيش أكثر شيء تتعقب عليه في صغرك؟ السهر بالليل أو إنه درجات المدرسة. درجات طيب كويسة ولا لا؟ هلأ إيه شوي. في شهود قالوا لا. قبل لا بس هلأ إيه. الحين كويس. منيحة. كنت أخذ الجمس حق أبوي أسرقه. كم كان موديله؟ 85. كم مرة سرقته؟ والله واجد. أي بس إيش المرة اللي هو قفطك فيها؟ آخر مرة طال عمرك خذيتها صلاة الجمعة. يعني يوم كل المسلمين صحيح. مرة تعاقبت، كنت ثاني مرة منفلت عرف، فانجرت من أخوي والوالدة. تعاونوا عليك. تعاون علي بلي. الله وكيلك بلي. أكثر شيء كنت تعاقب عليه وانت صغير؟ أطلع من البيت. ليش؟ تطلع واجد؟ أطلع شوي واجد. تتأخر؟ تأخر أطول شوي. إيش تفاصيل الطلعة؟ على قولت بعض الشباب دوجة. تهرب الليل على الفرة وخات خاتها بعدين نعود البيت. وتنجلد؟ دايم. هذه لازم هذه. العقاب من الأب ولا الأم؟ طبعا الأب. شكل المدرسة. تدري عندي درج يمكن فيه ما يقارب 25 ورقة استدعاء ولي أمر. أنا أكثر. في منافسة بيني وبينك. أنا كله ما أعطيها الوالد. لا أنا أحاول إني أدسها بقدر المستطاع. إني أطلع الشارع. ليش طيب؟ أدري والله. في مشاكل برا؟ أو أنت راعي مشاكل؟ لا لا ماني براعي مشاكل. طيب الطلعة الساعة كم بتكون؟ الساعة 12. ليل؟ إيه. زعلان؟ أكيد تتحقق. ممكن لما أطلع البيت بدون ما أستأذن. هذه عقاب. طيب. مرة كنت تطلع طيب؟ والله أحيانا. وين تروح؟ خلاص الحين بساط احمدي اروح اتمشى او مع اخويا او شيء، بس عادي كلهم بطلع. ايش الاشكاليه كانت؟ ممكن اطلع متاخر. ايش رايكم باللي سمعته؟ والله شوفي، في واحد من اللي طلعوا مع مبارك كان يتكلم لما كان يسرق السياره ويطلع بيها. انا اقول ترى انا كنت عاقله، بس ولد عمتي اذكر لما كنا نجتمع مع بعض احنا
سن المراهقة يعني متوسط وثانوي وممنوع السواق. فكان كنا يعني كده بعد صلاة الفجر فعلا ناخد السيارة ونروح المطعم اللي جنبنا ونرجع نحط المفتاح مثل ما هو كده ولا كأنه صار شيء. طيب وقفة السيارة حنا في اعتقاد انه ما حد داري بس كلهم عارفين انه احنا نسوي كده. طبعا من بعدها صارت تختفي المفاتيح، بعدين صارت تنسحب الجوالات والأشياء يعني. بس بأمانة ارجع اقول يا ربي لك الحمد اني انا كنت يعني هداية رحمن، ما اذكر في يوم من الايام لا انضربت ولا اتعاقبت ولا كنت اطلع فوق دواليب عشان اهرب من العقاب ولا اي شيء يعني الحمد لله. لا انا كنت اتعاقب ثبت اني انا كثير اغطي. ايه تغطي على الناس. اي اغطي على الناس يعني. اتذكر مره من المرات اخوي الله يذكره بالخير سرق السياره وراح طلع فيها وسوى حادث انقلب فيها وطلع من السياره رجع البيت حتى خلى السياره في مكانها وجاء يوم دخل قال لي لو بابا هي طلعت لحالها سالني قال لي اسمعي لو بابا جاء وقال لك ويني قولي انه انا نايم من اول. قلت طيب غطى وهو من الراعي نام الظاهر جابوه سألني وين أخوك قلت له نايم قال متى قلت من أول أخذت ذيك العلقة المحترمة الراقية اللي من أول تكذبين وهو أصلا قلت له ما طلع من أول نايم أنتم أصلا أنتم صاحين فأنا دافع عنه فكنت دائما أنجلي بسبب الموضوع يعني دائما البنت تفزع مع أخوها لازم والله يا ما غطيت على محمد أخوي طبعا أنا طريقته هو أكبر مني فمشا يعني مصايبنا من يوم الطفوله والمراهقه كلنا سوا فدائما يعني امي حبيبه قلبي كانت تقول مها انت شطانتك مو بشطانه بنت انت شطانتك شطانه صبي ما شاء الله فيعني مستوى متقدم عرفتي يعني فجاه نطلع انا وياه كان نفس الشيء كان لسه توه صغير يعني المفروض انه ما يسوق كان هو يسوق وانا اروح معاه يعني وافلام فالعقاب مو كنت انا اللي اخذه كان حبيبي هو اللي ياخذه عرفتي هو دائما يقول انا اللي قلت لها انا اللي سويت هي ما سوت عرفتي فهو اللي ياخذ العلقه وانا اللي يعني يتسلك لي بس كانت امي ما تخليني يعني الشيء الوحيد اللي ما كانت تمشي الدراسه الدوام الواجبات هذه اشياء كانت تقبصني عليها الصراحه فعموما يعني وش ما كان يعني ذكريات حلوه انا ما اشوف ان يعني بالعكس الله يحفظ اهلنا ويخليهم لنا يا رب ويشفي مريضهم ويرحم ميتهم وبكذا نكون وصلنا لختام حلقتنا لليوم نشوفكم بكره وبعده تمسون على خير.